وقاية من فيروس كورونا، أسس عدد من أبناء قرية هدد مبادرة لمكافحة فيروس كورونا في منطقتهم، حيث قامت المبادرة بعمل نقطة في مدخل القرية لتعقيم الداخلين للقرية والخارجين منها. كما قامت المبادرة بتجهيز مخيم للحجر الصحي للذين يشتبه إصابتهم بالفيروس. ولم تكتف المبادرة بهذا، بل قامت بتجهيز مستشفى ميداني خصص لمعالجة المصابين بالوباء. نحن اليوم في منطقة هدد لتدشين عملية الرش الضبابي استمرارا لمبادرة أبناء منطقة هدد الذين قاموا بإنشاء محجر بدعم خاص من الأهالي لمكافحة فيروس كورونا. لذلك نتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في منطقة هدد لما يقومون به من إجراءات وأنشطة تخدم منطقتهم وداعمة للقطاع الصحي في مكافحة الأوبئة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19. واستفادت من المبادرة كل قرى رجاعية البالغ عددها 12 قرية، حيث قامت المبادرة بإجراء أكثر من 5000 عملية فحص حراري، كما قامت بنقل عدد من المصابين إلى مستشفيات المدينة، وتكفلت المبادرة بدفع كل تكاليف علاجهم. القرى المحيطة بقرى هدد وكذلك المحجر والإسعافات الأولية ستكون لأبناء هدد والقرى المحيطة. وطبعا نحن قمنا بأكثر خلال 30 يوم الأولى من الإحصائيات أكثر من 4500 عملية تعقيم، أكثر من 2000 عملية فحص حراري، وزعنا أكثر من 650 كمامة، أكثر من 1000 ملصق توعوي و1200 منشور توعوي. وبعد انتشار أمراض الحميات ومرض المكرفس في المحافظة والذي يتسبب فيه البعوض، قامت المبادرة بعمليات رش ضبابي لمكافحة انتشار البعوض في كل قرى الرجاعية. بدأنا بعد ذلك بمكافحة النامس والبعوض الناقل لأمراض المكرفس وحمى الضنك والملاريا، فبدأنا في الرش الضبابي للقرى لقرية هدد والقرى المحيطة، ولدينا مخطط لنشر عملية المكافحة النامس في جميع القرى المحيطة بقرى هدد. تأتي هذه المبادرة ثمرة للتكاتف الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة، والتي تقوم بدور الدولة التي غابت عن ممارسة دورها بسبب الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد. لبرنامج أسبوع البلد، تعز.